الجانب المتعلق بالاستغلال الجنسي حاضر بقوة، ولكنها يعني باطنيا تشتغل في تشتغل تحت هذه اليافتة لارتكاب جرائم ديال التجارة في البشر. إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب والحجز أو التشهير، يعني 5 سنوات هي جناية، 10 سنوات. بالنسبة للجرائم التجارة في البشر، هي من الجرائم المستحدثة من طرف المشرع المغربي، يعني وبالضبط يعني هذا القانون المتعلق بالتجارة في البشر، القانون رقم 2714، دخل حيز التنفيذ في شتنبير 2016. طبعا ضروري يعني خصنا نتسائلوا ولا نوضحوا اسباب نزول هذا القانون، هذا اللي هو جاء تنزيلا الالتزام الدولة المغربية بمقتضى انضمامها للبروتوكول المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع الجريمة عبر الوطنية والمتعلقة أيضا بالتجارة في البشر، خاصة النساء والأطفال. يعني على المستوى الأممي كان هناك يعني استشعار بخطورة الجرائم العابرة للحدود، الجرائم العابرة للحدود التي تقف وراءها عصابات يعني متخصصة، عصابات تنسق فيما بينها مع أفرادها المتواجدين في دول أخرى على تهجير واستغلال الأفراد، إما في أعمال الصخرة والعبودية والاسترقاق، إما استغلالهم ككتائب مسلحة في النزاعات الإقليمية وبؤر التوتر يعني العالمية، أو استغلال النساء والأطفال في المجال البغاء والمجال ديال الجنس. بالتالي المغرب يعني ربما غادي نتسألوا علاش المغرب تأخر في الانضمام اولا للاتفاقيه الدوليه متعلقه بهذا الموضوع، وعلاش ايضا يعني تاخر حتى الى غايه 2016 عاد يعني خرج القانون ديال 2714 اللي بمقتضاه عدلت مجموعه القانون الجنائي واضيفت يعني عقوبات وجرائم خاصه متعلقه بالتجار في البشر. قلنا على ان المغرب بدوره اصبح في السنوات الاخيره ومنذ عقدين غير مؤمن من تداعيات هذه الجرائم العابره للاوطان وللقارات. ايضا كاين واحد الوضعيه ديال النساء اللي كيتجهوا او تهاجروا لبعض الدول، خصوصا دول الخليج، وهاد النساء هادو يسقطن ضحايا، هادو وقائع يعني معطيات تبت الواقع، كيسقطوا ضحايا ديال شبكات ديال التجار في البشر والاستغلال الجنسي. كيمشيو لهاد الدول باش يشتغلوا، واذا بهم تتلقفهم شبكات اجراميه محترفه، كنقولوا يعني عابره للوطن، لان كتكون افراد ديالها كينسقوا هنا في المغرب وفي دول اخرى، يعني كيكون تنسيق دولي في تهجير الافراد يعني والنساء والاطفال واستغلالهم. هذا معطى ساهم انه سرع ودفع المغرب الى استصدار او اخراج هذا القانون لحيث نفيد، لان هذا القانون اللي غنرجعوا ليه راه فيه عقوبات يعني رادعه، عقوبات قاسيه، راه كنشوفوا غير يمكن 5 سنوات هي جنايه، 10 سنوات كتوصل العقوبه بهذه الحالات يعني الى الحدود يعني الاقصى فيها، يعني في العقوبه المحدده بمقتضى
هاته الفصول اللي غادي نطرقوا ليها اللي غادي نطرقوا ليها. بالنسبه لجريمه التجاره في البشر عرفها الفصل 448 واحد بكونها هذا نحاول نقراه مباشره، هو تجنيد شخص او استدراجه او نقله او تنقيله او ايوائه او استقباله او الوساطه في ذلك بواسطه التهديد بالقوه او استعمالها او استعمال مختلف اشكال القصر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او اساءة استعمال السلطه او الوظيفه والنفوذ او استغلال حاله الضعف او الحاجه، وهذه غنسطر عليها ونرجعوا لها، او اعطاء او بتلقي مبالغ ماليه او منافع للحصول على موافقه شخص لو سيطر على شخص اخر لغرض الاستغلال. هنا غادي نهضروا على اشنا هو الاستغلال، لان المشرع في 448 واحد في التعريف ديال جريمه الاتجار في البشر تيهضر على انه يعني توظيف شخص واستغلاله باستعمال مختلف الطرق ديال استقطاب ديالو وديال توجيه ديالو الاستغلال ديالو، سواء يعني هضر على القوه، التهديد، الاختطاف، الاحتيال يعني والخداع وحتى الكذب، لان بعض المرات الا وعدتي شخص بانها ولا امراه قلتي غتمشي مثلا شي دوله معينه وغتخدمي في واحد الشركه واذا بها تجد نفسها يعني قد تم خداعها بخصوص طبيعه العمل المستقبلي ديالها، واذا به تجد نفسها، وهذا هو الواقع اللي كاين بين احضان شبكات ديال استغلال في البغاء والدعارة. ايضا المشرع هضر حتى الاشخاص اللي تتكون عندهم سلطه وظيفيه كيستغلوها ولا نفوذ كيستغلوها في توجيه الاشخاص وفي يعني الاستغلال ديال الاشخاص وسحب ارادتهم في القبول، لان الجريمه ديال التجاره في البشر يفترض يعني لتحققها ان يكون الضحيه مسلوب الاراده لا خيار له في ما يقوم به. بما انني اعتبر ان استغلال وضعيه النساء والاطفال مثلا في حاجتهم للمال، استغلال هشاشتهم الاجتماعيه، وضعيتهم ديال الفقر، حاجتهم للمال في توظيفهم في شبكات ديال البغاء والطعره مقابل تلقيهم لاموال، انا كنعتبر ان هذا العنصر او هذا الفعل هذا يشكل عنصر من عناصر التي تتماهى مع تعريف جريمه الاتجار في البشر، وبالتالي تتحقق هذه الجريمه اذا كان الاستغلال. لان علاش دابا الجريمه ديال الاتجار في البشر واخا ان السياق ديالها عند بعد اممي، لان هي جاءت لمحاربه يعني الجرائم اللي كتتم عبر الحدود اللي هي بالاساس فيها استغلال الافراد في يعني في النزاعات المسلحه او استغلالهم في اشغال يعني او في اعمال ممنوعه ومشبوهه، الا ان الجانب المتعلق باستغلال الجنسي حاضر بقوه في هذه الجرائم هذه، اللي في بحال الدول بحال المغرب اللي ما عندوش هذا النوع ديال العصابات او ديال الشبكات بحال الدول الاخرى في امريكا اللاتينيه، ولكن كنقولوا على انه استغلال النساء، استدراج النساء والاطفال الى حضن المؤسسات البغاء مقابل وعودهم بتلقي اموال وهدايا ومنافع عن ذلك يعني نتيجه استغلال هشاشتهم الاجتماعيه، يشكل هذا الامر جريمه التجار في البشر. شنو هو الاستغلال؟ المشرع تيهضر على الاستغلال وعرفه يشمل الاستغلال جميع اشكال الاستغلال الجنسي، لا سيما استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل، غنسطروا التعليق هذه غنرجعوا ليها، والتواصل المعلوماتي، ويشمل أيضا الاستغلال عن طريق العمل الجبري أو السخرة والتسول والاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو بيعها أو استغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في نزاعات مسلحة. طبعا المشرع يشترط لتحقق هذا الاستغلال ان ترتب عنه سلب اراده الشخص وحرمانه من حريه تغيير وضعه واهدار كرامته الانسانيه
بأي وسيلة كانت ولو تلقى مقابلا أو أجرا عن ذلك. المشرع تيهضر أولا على الاستغلال الجنسي، وكين ممكن دخلوا واحد بعض الوقائع وبعض الجرائم التي أرى على أنها تستوعبها مقتضيات الفصل 448 واحد، وخاصة التعريف ديال الجرائم التجارة في البشر. كأن المشرع، لأن القانون في 2016 كأن المشرع كان يتوقع أن وسائل تطور وسائل التواصل الاجتماعي يترتب عليها استغلال النساء والأطفال في الجرائم الجنسية. هنا غنهضروا على استغلال الأطفال والنساء والأشخاص بشكل عام في المواد الإباحية عبر وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي. أنا كنشوف على أنه إذا كان هناك جهة ما تستقطب نساء ولا أطفال ولا تدعم هؤلاء مقابل صناعة محتويات ذات طابع إباحي، لأن إذا كان شي واحد مثلا كيستقطب النساء باش يقوموا بتصوير مشاهد إباحية ولا تصوير الأعضاء ديالهم ولا مشاهد جنسية ولا تصوير أنفسهم في وضعية جنسية وإرسالها لأشخاص آخرين مقابل تلقي مبالغ مالية باستغلال الهشاشة الاجتماعية ديال هؤلاء النساء والأطفال، وهادشي اللي كاين دابا هؤلاء الأطفال وحاجتهم للمال، أنا كنعتبر أن هنا كان يمكن نهضروا على جرائم ديال التجارة في البشر، وأنها تتماهى هذه الوقائع مع هذا التعريف اللي كاين في الفصل 448، لأن المشرع تيهضر على المواد صناعة أو استغلال الأفراد في المواد الإباحية. بالنسبة للعقوبات في الفصل 448، العقوبات الجنائية يعني كتوصل من 5 إلى 10 سنوات وغرامة من 10,000 درهم إلى 5,000 درهم كل من ارتكب جريمة التجارة في البشر. غنجيو الفصل 448 3 كيرفع العقوبة ديال التجارة في البشر من 10 إلى 20 سنة، ومن الغرامة طبعا من 100,000 درهم ابتداء من 100,000 درهم في الحالات التالية. هذه الحالات ديال تشديد العقوبة: إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو الإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير، إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبأ، إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو سهل ارتكابها، إذا أصيبت الضحية بواسطة استغلالها أو نتيجة استغلالها في جريمة التجارة بالبشر بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال، إذا ارتكبت الجريمة قبل شخصين أو أكثر بسبب فاعلين أصليا مساهمين أو مشاركين، إذا كان مرتكب الفعل معتادا على ارتكابه لأنه كيدير الفعل وتيعاودو، إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص مجتمعين. هذه الحالات ديال تشديد العقوبة. بالتالي أنا كنشوف على أن الحالة اللي تيكون فيها الحالة اللي تيكون النتيجة كترتب على الاستغلال، أن الضحية كتصاب مرض عضوي ونفسي، وربما أكثر يد الضحايا ديال الاستغلال. علاش المشرع في هذا القانون جاب طرق أو إجراءات ديال المواكبة النفسية للضحايا ديال الجرائم ديال التجارة في البشر، واستثناء هذا الإشارة حتى نديرها من ناحية البسطارية، استثناء يعني الضحايا ديال جرائم التجارة في البشر يعفى معفيين بقوة القانون من أداء الرسوم القضائية إذا تعلق الأمر بالدعاوى أو الملفات أو القضايا المرتبطة بجرائم التجارة في البشر وكانوا ضحية فيها. ايضا كاين واحد الملاحظه في هذا الفصل هذا بخصوص يعني تشديد العقوبه، كتعلق بمساله ديال
التشهير، لانه اللي جات في الفقره الاولى ان قال كي ارتكبت اذا ارتكبت جريمه بواسطه التهديد بالقتل او بالاذى او التعذيب والحجز او التشهير. مثلا الا كنتي شخص تهدده بصور، وهذه الحالات كاينه كثيره، كاين اللي تهدد النساء كيصورهم في كيستغلهم كيصورهم في اوضاع محرجه معينه، وبعد ذلك يقوم بابتزازهم وتهديدهم بالتشهير بهم اذا لم يستجيبوا لطلباته في استغلالهم جنسيا. وكاين حتى هذا كيدخل في قائمه جريمه الاتجار بالبشر بظروفها المشدده كما ذكرنا. ما غنطولوش نقراو الفصول، نقدر نهضروا على العقوبه ايضا بعض الجرائم التي يمكن ان تطال اشخاص اخرين، يعني يقدر بعاد ما ارتكبوش الفعل بشكل مباشر ولكن عندهم واحد التماس من الناحيه القانونيه مع هذه الجرائم. كاينه المساله ديال عدم التبليغ عن ارتكاب جريمه التجار في البشر، او تم الشروع في او عدم التبليغ عن الشروع في ارتكابها. مثلا الشخص اللي عنده علم بان واحد السيد راه تيقوم بعمليه استقطاب النساء والاطفال وتستغل الهشاشه الاجتماعيه ديالهم والاوضاع يعني الماديه ديالهم وحاجتهم للمال مقابل العيش، وكيكون هاد الاشخاص عالمين بان السيد هذا تيكون في علمهم بان السيد هذا كيرتكب هاد الجرائم هادو كيستغل الاطفال هادو وتيستغلهم في الدعاره او في الاستغلال الجنسي والبغاء، كيقدمهم لاشخاص اخرين مقابل تلقي اموال عن ذلك، وكان في علمه ذلك ولم يقم بالتبليغ، حتى هو كيتعاقب بمقتضى هذا القانون ديال التجار في البشر. والمشرع طبعا كيستثني الزوج والاصول والفروع من يعني السقوط تحت طائله هذا الفصل، هما معفيين وخبيب الغش الجريمه ما 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 لا عقوبه لهم. إذن عندها عقوبة. أيضا بالنسبة للأموال، ما مصير هذا سؤال يطرح ونحن نناقش المقتضيات المتعلقة بجرائم التجارة في البشر، ما مصير الأموال والممتلكات التي تحصل عليها الأشخاص الذين يرتكبون جرائم التجارة في البشر؟ وبشكل مباشر نحن نحاول نهضروا على الجرائم ديال الاستغلال الجنسي. مثلا واحد السيدة كتستغل النساء في البغاء، كتستقطبهم وكتستغل الاوضاع الاجتماعيه ديالهم والحاجاتهم للمال، وكتقوم بتسفيرهم لدول الخارج مثلا وتحديد مواعيد جنسيه مع اشخاص اخرين مقابل تلقي عمولات عن ذلك. ودار واحد الشبكه واستطاع انه يحصل اموال كثيره نتيجه هذه العمليه. هذه الاموال يعني يتم بمقتضى قانون التجاره في البشر يمكن مصادرة كل، ماشي يمكن، يجوز يعني والقانون يلزم ويقضي بمصادرة كل الأموال المتحصلة من هذه الجريمة. كنهضروا على الأموال، كنهضروا على الأموال المبالغ المالية الأرصدة المالية، وكنهضروا على الممتلكات سواء كانت منقولة أو عقارات أو كل أملاك دي أو ذهب ولا أي أملاك ديال يعني الأملاك اللي تم التحصيل ديالها عن طريق الجرائم ديال التجار في البشر. يعني انا ما ركزتش على النزاعات المسلحه، ما ركزتش على استغلال الاشخاص ودفعهم الى القيام باعمال السخره، ما هضرتش على الاشكال الاخرى ديال الجرائم ديال التجار في البشر، لان ربما احنا في المغرب عندنا يعني مستبعده، مازال ما كتوقعش هذه الجرائم هذو، لان ما عندناش احنا مؤمنين عنها حاليا. احنا ما عندناش دابا شي واحد كيدي الناس يخدموا صحه في شي بلاصه ويديهم يرجعوهم عبيد، ولا يديهم يهجرهم البؤر ديال النزاعات المسلحه الاقليميه ويخلصوهم ولا يوظفوهم ككتائب يعني مستاجره للقيام باعمال مسلحه. ما عندناش هاد الحالات كثيره، وكاين قانون الارهاب اللي تيأثر اغلب الحالات يعني اللي كتكون يعني نادره، الحالات ديال الهجره اللي كيمشيو لسوريا، وربما نقولوا ما عندناش يعني احنا ربما لحد الان مؤمنين بهذه العمليه دي. ولكن اللي عندنا الخطوره دابا حاليا ولا المجالات المتميزه لارتكاب هذه الجرائم هي المجال ديال الاستغلال الجنسي
للأطفال وللنساء في إطار الدعارة يعني المنظمة والعابرة للقارات، وكذلك يعني ظهور وكالات ظاهريا تبدو على أنها تشتغل في مجال الوساطة في الخدم ديال البيوت، ولكنها يعني باطنيا تشتغل في تشتغل تحت هذه اليافتة لارتكاب جرائم ديال التجارة في البشر، أي استقطاب النساء والأطفال واستغلالهم في الدعارة والبغاء.